من عدن ينضم إلينا سيد أسامة الشرمي الباحث في الدائرة السياسية لرئاسة الجمهورية. سيد أسامة مرحبا بكم، كيف استقبلتم أنتم في عدن خبر رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رفع الإقامة الجبرية عن دكتور خالد بحاح كان أمر مفروغ منه منذ مدة، حيث دعا الرئيس في وقت سابق إلى اجتماع لحكومة أو ما تبقى من حكومة الوفاق الوطني في عدن، ولكن السيد خالد بحاح طلب مهلة لتأخير أو تأجيل هذا الاجتماع بقية التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين للخروج من حالة الإقامة الجبرية المفروضة عليه. وحيث أن المسألة طبعا هي حالة شاذة في الواقع، لمن أن فرض إقامة جبرية على مسؤول كبير داخل الدولة ومسؤول مدني، هو لا يتمتع دولة خالد بحاح بأي نفوذ داخل الجيش أو ولا لا يوجد له أي صلات بعصابات أو ميليشيات أو جماعات مسلحة داخل البلد، فبالتالي فرض الإقامة الجبرية عليه كان أمر لا ينبئ إلا عن سوء تقدير من الجهة التي فرضت هذه الإقامة الجبرية عليه. وبالتالي الآن وصول جماعة الحوثي إلى قناعة بإطلاق سراح السيد خالد بحاح هو كان بعد الضغوط التي مورست محليا ودوليا وقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى الحراك السياسي الذي يجري الآن في دول مجلس التعاون الخليجي من اجتماعات لمسؤولين ووزراء وقيادات في الحراك الجنوبي ومكونات شعبية وسياسية. فبالتالي الآن أصبح الدكتور خالد بحاح في حالة يستطيع من خلالها الحركة، ولكنه توجه ابتداء إلى حضرموت لطمأنة أهله وذويه على حالته الصحية والنفسية. سيد أسامة لو سمحت لي، الحوثيون إلى اجتماع الحكومة. سيد لو سمحت لي، رئيس الوزراء خالد بحاح مصر على استقالته حتى بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، ما هي الخيارات إذن التي المطروحة أمام الرئيس هذه؟ هل سيعيد تكليفه أم ماذا؟ لا، هي دستوريا وقانونيا في اليمن أنه بمجرد تقديم الحكومة لاستقالتها تصبح هذه الحكومة مستقيلة إلى أن يعيد إليها الرئيس أو إلى أن يعيد رئيس الجمهورية إلى رئيس وزرائها التكليف بتشكيل حكومة أخرى أو تكليف على الأقل بتصريف الأعمال. فبالتالي حكومة الدكتور خالد بحاح هي حكومة مستقيلة منذ تقديمها للاستقالة في شهر يناير الماضي، والآن الرئيس عبد الرب منصور هادي يعقد اجتماعات مع ما تبقى من وزراء هذه الحكومة لقراءة خيارات القيادة السياسية. ما هي هذه الخيارات لو سمحت باختصار؟ تدير المرحلة الحالية في تشكيل حكومة وتشكيل مؤسسات الدولة من داخل عدن بعيدا عن العاصمة المحتلة صنعاء. شكرا لك سيد أسامة الشرمي الباحث في الدائرة السياسية لرئاسة الجمهورية في عدن، شكرا.